إذا هذه الحالة ديال القبيلة شي غادي شي جاي. من بعد ما شافوا قناة شوف تي في أنها كتحاول توثق المعاناة ديالهم، شافوا قناة الشعب بأن هي غادي توصل الحمد لله الصوت ديالهم. ناس ما قالوا والو، تيقول لك غير تجي الخبرة وتشفت لنا المحكمة خبير. مرحبا داك الشيء اللي دار الخبير، إيه ولكن 4000 قاصحة بزاف. ريبوا لك دارك وتمشي انت يا تشرد انت وليداتك، فين غتمشي؟ واليوم هاد الوكاله خصنا حنا نعرفوها علاش تهددنا. شكون لنا 200 درهم للمتر؟ واخا محفظه محافظه ومتيتر، هادي 200 درهم عطاو لنا في 96 95. سيدي حنا ماشي ضد المشروع، ولكن هاد الثمن اللي عطاونا ما راضينش. قناة شوف تي في حطت الرحال في ضوء الرياح، نواحي السلة الجديدة صيحة غريبة للساكنة اللي رغم أنها محفظة على الأرض ديالها تفاجأت بقرارات غريبة اللي غتخليهم أنهم يغادروا المنطقة. غادي نشوفوا أحد الساكنة شنو غادي يقولنا في الموضوع. لاباس الحمد لله لاباس. ابراهيم فاطمه محمد. ابراهيم انتوما حنا شنو واقع لكم؟ محفظين انتوما الارتيتر هنا؟ شنو الارتيتر؟ حنا تنتفاجئوا واحد النهار بنزع الملكيه، قلت نزال ملي سولنا قال لكم مصلحه عامه. احنا مصلحه عامه ماشي مشكل، ما عندناش مشكل مع مصلحه عامه، عندنا المشكل هو مصلحه عامه والارض هنا تتسوى 60000 70000، وحنا داروا لنا 200 درهم للمترو. كيف يعقل حدا سلا 200 درهم؟ حسبوها لكم، حسبوا لنا 200 درهم للمترو واخا محفظه محافظه ومتيتر، هذه 200 درهم عطاو لنا في 96 95، وحنا دابا في 2024. شنو المطالب ديالنا؟ المطالب ديالنا حنايا كساكنه ديال حصين سيدي حميده سلا الجديده، الناس ولات خايفه خايفة. وقيل لي مرض نفساني، كي جاتو الاستدعاء واحد جاتو الاستدعاء اليوم لا غد لي مسكين توفى صدمة، جاتو صدمة ما سخاش بالذات ديالو. حنا مصلحة عامة، كانت شي حاجة مصلحة عامة مرحبا بها، كانت من غير مصلحة عامة حنا ما قابلناهاش. لا كانوا غيداروا هنايا اوطيلات وكلينيكات وهذا، كما بقات مصلحة عامة. دابا على الأكاديمية ديال الكرة، دابا حنا ما استفدنا منها والو. شكون اللي مستفد؟ ها هي الأكاديمية عندنا، شكون اللي مستفد منها؟ علاش ما يديروش مثلا واحد 10 من القبيله كل عام يدخلوا 10 60000 ريال دابا العام تخلص؟ لا بغيتي ولدك يلعب، وهي البلاد ديالنا هذه اللي تحطك فيها الاكاديميه. بغاو يحيدوكم نتوما من هنا، المطلوب ديالكم المطالب ديالنا، المطالب ديالنا في الخطاب ديال جلاله الملك الله ينصرو الله يحفظو الله يخلي لي صحيحتو، تيقول لك نزع الملكيه باش مساويه الارض يتخلصوا عباد الله. هاد الوكاله اللي كل ساعه تجي تهجم علينا وحنا دراوش وكاين اللي فلاح وحنا تنخدموا في الديور، وهاد الوكاله جايه قالت كتعطينا 4000. هاد البلاد من جد لجد وبلادنا ديال جدودنا هما اللي حروها، واليوم هاد الوكاله خصنا حنا نعرفوها علاش تهددنا. يفتح تحقيق في بلاد حصين ويصيفط لي مسؤولين معاه. الارض لا كنجيب 4000 ريال ديك الساعه حنا نعطيوها لهم فابور. تقولوا هاد 4000 ريال ظلموكم؟ لا ظلمونا سيدي، ظلمونا. نمشيو معاهم غير بحال عائله. نصيفطوا خبير وهما محلف وحدد التمام وتراضيتو. كانت هادشي المصلحه العامه. اجي نقول لك الشريف، حنا سلا جديده حدانا خطوه مليون المترو. شفنا هو يهز العالم الوطني وشاهدنا. نشوف اش بغا يقول. سلام لاباس. السلام عليكم. لاباس هانيه ماشي بخير اسيدي؟ حنا ماشي ضد المشروع. نتوما مخلوعين ومرتبكين الحمد لله، راه الدوله فيها قانون الحمد لله. اسيدي حنا ماشي ضد المشروع، ولكن هاد الثمن اللي عطاونا ما راضيينش، ما قادناش. لا بغاها سيدنا على راسنا وعلينا نهزوا وليداتنا ومشيو، ولكن باش ديها الوكاله ومصلحه عامه ما عندناش. حنا ما عندناش باش نشكريو، ما عندناش سيدي باش نهزوا حوايج. الاراضي عندكم محفظه؟ محفظه، كاين اللي محفظه كاين اللي ملك كاين اللي محجره. ولكن ماشي اراضي الجمعه هذه؟ لا ماشي الجمعه، الجمعه هي اللي فيها الاكاديميه، ارض سلاليه. انتوما واش هذه ديالكم؟ ديالنا سيدي، والدينا زادوا هنا وماتوا هنا، مات عنده شي 95 عام زيد هنا وتوفى هنا.
وحنا سيدي ما عندناش الغالب الله ما عندناش باش نهزو تاع حويجاتنا، ولكن باش ديها قال لك مصلحه عامه وهما عيدوا مشاريعنا ما يضيعوناش. كيفاش ما يضيعوكمش دابا الثمن شحال عطاكم في الميت؟ عطاونا 200 درهم. لا كلشي بخير. كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله راكي راضيه وقسم الله. زينب واش سخيتي انك تروحي من هنا وتمشي؟ خلقتي هنا؟ لا ما ساخينش في بلادنا احنا زياده وخلوق هنايا. هاد الارض خلاوها لينا والدينا وكبروا فيها ووالدينا وماتوا وحنا احنا باقين فيها ما ساخينش حنايا نمشيو من هنا. لا ما ساخينش. ودابا راه هذه البلاد هذه راه بقاو يديروا فيها شي مشاريع وبقاو باش حنا يديروا فيها شي حاجه تتمني الرباط. مرحبا ولكن يعوضوا لينا هذا 4000 اللي عطاونا راه ما كافياش. الا صفقوا شي خبير وشي واحد محلف وعطاكم الثمن الحقيقي تخليوا المشاريع يديروا. يعوضوا لنا الثمن المشاريع ديال سيدنا مرحبا على راسنا وعينينا ولكن باش يضيعونا احنا ما فين غنمشيو؟ فين غندي ولادنا وفين غنمشيو؟ ما عندنا والو راه عندنا حنا غير هاد الارضيه اللي عايشين فيها يريبوا لك دارك وتمشي نتايا تشرد انت وليداتك فين غتمشي؟ لا ما ساخينش ما ساخينش احنا المشروع على راسنا وعينينا وما ساخينش ولكن الا جات من عند سيدنا مرحبا. الناس ولاو تيجيو لان سمعوا قناه الشعب وصلات قال لك بغينا نقولوا شوف اش بغى يقول هاد السيد حتى العيالات جاو وجابوا ولاداتهم الصغار وجابوا الصبيان كلشي بغى يوصل الرساله اليوم. شنو وقع؟ خويا انا جاو اليوم داو لينا هاد الارض ب 200 درهم واش هاد الارض ما تتسواش 200 درهم؟ حنا تنطلبوا من المحكمه تخرج لينا خبير نزيه واللي قال هذاك الخبير حنا مصادقين عليه يكون نزيه ما يضيعش هاد الساكنه حيت هاد الساكنه في التشرد. إن الانسان بغات تقول حنا الساكنه تغتصبت في دار في شرفه حيت شنو الشرف هو هاد البلاد اللي حنا تنسكنوا فيها تناكلوا فطر ديال الخبز. هاد البلاد هادي راه ما عندنا لا صنعه ما عندنا لا مهنه ما عندنا حتى حاجه. عندنا هاد البلاد تنفلحوا منها وتناكلوا منها وتنشربوا. اليوم باش جاوا عطاو لعباد الله 200 درهم عباد الله كلها ولات مريضه نفسانيا ما ياكلوا ما يشربوا اي ضرر. هنا ارض قريبه للسلاب 200 درهم. ما بيننا وبين السلا الجديده حنا جوج دقائق على رجلك جوج دقائق على رجلك ولا قلتي شي حاجه نمشيو انا وياك ولا قلتي لي تنكذب هذيك الساعه انت هذاك. الا كانت هاد الارضيه قاصحه باش تخليوا ارضكم وتمشيو ولكن الا كانت من اجل المصلحه العامه مستعدين ديروا يد مع السلطات المحليه وتحاولوا تشوفوا شي. حنا ماشي ضد المصلحه العامه ولكن المصلحه العامه مرحبا. لو كان كانت المصلحه العامه كاع ما غيحيدوا لنا السبيطار هنا وخلاو الساكنه بلا سبيطار. هنا غايبينوا لك السبيطار حيدوه. كانوا عوالين على هاد الجهه ربما غادي يكدوها وهكذا داكشي باش ما داروا حتى. مرحبا يعطيونا التصميم جيبوا لنا ديال التصميم بلا كاينه مصلحه عامه هنا. فهمتي؟ الا كانت مصلحه عامه هنا معاها الا كانت مصلحه خاصه الدوله توقف وتشوف هاد الساكنه هذه. شوف ان شاء الله توصلت الرساله ديالك.